اوكي شكرا. شكرا. معالي الوزيره دكتوره رانيا مشاط، تيم يوروب يعني فريق اوروبا، علاقه خاصه موجوده بين مصر ومجموعه عمل من اوروبا، كان ليها نتائج كبيره ومهمه، مش معاهم بس لكن مع شركاء التنميه الاخرين والمؤسسات الدوليه. يعني ده دعم موضوع الاستثمار وخصوصا الاستثمارات الموجهه للقطاع الخاص. ممكن حضرتك تدينا لمحه عن هذه العلاقه؟ شكرا جزيلا، صباح الخير. يمكن مهم جدا زي ما فخامة الرئيس ورئيسة المفوضية في كلماتهم الافتتاحية أشاروا، العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطور ملحوظ جدا في الخمس سنوات الماضية. وقبل ما أتكلم عن العلاقة الاستراتيجية اللي كان في ترفيع ليها في مارس 24، لازم ننظر أنه الاستثمار والتجارة، وإحنا النهاردة في مؤتمر بيدعو لزيادة الاستثمارات والتجارة بين الشريكين، الأساس فيه هو آليات تمويل. لما بنتكلم على الاتحاد الأوروبي بنتكلم عن العلاقات الثنائية مع دول الأعضاء وأيضا مؤسسات التمويل الدولية الأوروبية. هنا بنتكلم على بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. لو بصينا على الخمس سنوات الماضية، وبنشكر فخامة الرئيس ورئيسة المفوضية لأنه لم تكن تتأتى هذه العلاقة الوثيقة مترجمة عمليا على الأرض من خلال مشروعات واضحة جدا ذات اهتمام مشترك بين الجانبين ولها عوائد، مش بس لجمهورية مصر العربية ولكن عوائد لأوروبا والشركات الأوروبية والشراكات ما بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص في أوروبا. أربع حاجات مهمة جداً ناخدها في الاعتبار. نمرة واحد، القطاعات ذات الأولوية المشتركة هي قطاعات مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيد ما بين الجانبين، دي نمرة واحد. بنشوفها في الطاقة الجديدة والمتجددة، بنشوفها في اللوجستيات والمواني، بنشوفها في مشروعات خاصة بالأمن الغذائي وغيرها. نمرة اثنين، آليات التمويل المتاحة من الدول الأعضاء ومن المؤسسات التمويلية واضحة جدا، ومنها أدوات مبتكرة، دي كلها متاحة للقطاع الخاص. ويمكن في خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 6 مليار دولار موجه للقطاع الخاص، وهنا التمويل الذي يأتي في إطار الشراكة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي هي تمويلات ميسرة، ونحط خط كبير جدا تحت ميسرة لأنها أقل من تكلفة السوق، فدي نقطة في غاية الأهمية. نمرة ثلاثة وده المهم، ومعانا شركاء غير الاتحاد الأوروبي زي البنك الدولي، زي مؤسسة التمويل الدولية، بنعظم من التمويلات المتاحة من الاتحاد الأوروبي من خلال التكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى، ودي نقطة في غاية الأهمية. المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص في مصر هي جاذبة لتمويلات ليست فقط من الشريك الأوروبي ولكن أيضا من مؤسسات التمويل الأخرى، وده لأن مصر بتعتبر منصة للتعاون الدولي من خلال هذه المؤسسات المهمة. فدي نقطة في غاية الأهمية، أو ثلاث نقاط مهمة. الحاجة الأخرى وهي التحول إلى الاقتصاد الأخضر. يمكن مصر مع الاتحاد الأوروبي ابتدينا المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، وهو محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والمياه والغذاء. يمكن سمعنا في الكلمة الافتتاحية الوفاء بالتعهدات، ومن هنا جت كلمة نوفي، إنه إزاي نقدر نحقق كل الأهداف الخاصة بالمناخ اللي هي الأهداف الوطنية، ولكن من خلال جذب استثمارات للقطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة. فدي نقطة هامة جدا، ويمكن الإطار الاستراتيجي أو ترفيع العلاقات في جزء مخصص عن التحول إلى الأخضر. قبل ما أختم كلمتي، الترفيع العلاقات في المرحلة القادمة مبني على أيضا تعاون مالي مهم. هذا التعاون المالي مقسم زي ما سمعنا صباحا ثلاث نقاط مهمة. أول حاجة آلية استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ويمكن السيد فالداس اتكلم عنها. هذه المصفوفة بتؤدي أو بتهدف إلى ثلاث حاجات رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ده كله لجذب الاستثمارات. اثنين،
زيادة التنافسية، وهنا في إجراءات وسياسات واضحة جدا ويمكن هنتكلم عليها في جلسة قادمة. ونمرة ثلاثة التحول إلى الأخضر. الحاجة الثانية في ضمانات استثمار، ضمانات استثمار ب1.8 مليار دولار، دي الحقيقة بتعظم أو بتجذب يمكن استثمارات من خلال مؤسسات التمويل الأخرى، وعندنا بكرة جلسة مغلقة مع مؤسسات دولية أخرى إزاي نقدر 1.8 مليار دولار المتاحة من الاتحاد الأوروبي تقدر توصل ل5 مليار من خلال مؤسسات أخرى. الحديث طويل، ولكن أنا شايف الأستاذ أسامة يعني أنا بحاول بس على أحافظ على الوقت، لكن طبعا بسمع الكلام والفرصة متاحة طبعا إن احنا نقول طيب أنا